ولذلك أطلب دائما من المتظاهرين يا أخوان لا يجروكم لأمور هم يريدون يجرونكم إلها. يعني مثلا شنو اللي استفادوه في قضية قطع الطرق وحرق الإطارات؟ لفت نظر العالم والضغط على كل الطبقة السياسية. لا 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 بالعكس، أنت الطبقة السياسية وين موجودة؟ جنابك، لا جنابك تعرف لو كنت الآن منتمي لكتلة وزعيم الكتلة ما يخليك تطلع بالإعلام، ما تطلع. أنت كم مستقل تتحرك؟ بس باوعلي أنت مو مستقل. لا لا وحد. لا والله العظيم اسمع مني، قصدي استقلالية أنه ما عندك رئيس كتلة. لا لا الأي أعرف إيه، لو عندك رئيس كتلة ما يخليك تطلع. لا لا بس أقول لك والله العظيم عن ما يدور في عقلي واستراتيجية الخاصة لكاظم الصيادي في عضوية مجلس النواب، ما يستطيع أكبر شخص وأقذر شخص وأقوى شخص أن يحيدني عن قضية جادة الصواب. أتحدث بشكل عام يا سيادة النائب، أقول الآن السادة النواب ما يخليهم يطلعون يحجون، يعني أغلبهم ما يطلع. أي بعض الأخوة النواب مع الأسف، وأنا أدعو كل الأخوة النواب التحرر، لأن العراق باقي والمواطن العراقي باقي، وهذه الأحزاب سوف تذهب إلى مزبلة التاريخ مع احترامات البعض. الدم العراقي أشرف وأطهر وأنقى. أقول بالنهاية مسألتنا أنه شنو استفادوا المتظاهرين؟ لفت النظر وضغطوا عليكم، يعني أكيد. ضغطوا على الطبقة السياسية. أكيد. الآن أغلب الزعامات والرؤساء والنواب مختفين عن المشهد، ما يطلع يصرح. هذا الجبان اللي مختفي، أو قد يكون ممثل لكتلة سياسية جابت عبارة عن 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 لا شيء، عبارة عن أداة بالشطرنج يديرونه. أنا عضو مجلس نواب أمثل 100,000 مواطن، لا أمثل الكتلة ولا أمثل القائد ولا أمثل الحزب ولا أمثل فلان، أمثل نظريتي وفكري اللي أجيت به لمجلس النواب من الجانب التشريعي والجانب الرقابي، والوقوف مع أبناء شعبي في ساحات التظاهر السلمية.